بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة أعزائي الطلاب عن الجبريلينات، ودي من أحد أهم الهرمونات النباتية اللي بتستخدم يعني بشكل كبير جدا وعلى نطاق واسع في الزراعة. ودي يعني من أقدم الهرمونات النباتية، طبعا هي تلي الأوكسينات، لأن هي الأوكسينات هي اللي اكتشفت في البداية، ثم بعد ذلك بدأت تتطور العملية، بدأوا يكتشفوا مجموعات أخرى من الهرمونات زي الجبريلينات والسيتوكينينات وحمض الأبسيسيك والإيثيلين وغيرها من الأنواع المختلفة للهرمونات النباتية. اكتشفت هذه المجموعة من الهرمونات أو هذا النوع من الهرمونات في حقول الأرز في اليابان، لما كانت هذه الحقول مصابة ببعض الأمراض الفطرية عن طريق إصابة بفطرة اسمها جبريلا فوجي كارو. هذه الفطرة أصابت النباتات، فأصبح النباتات السليمة في الطول العادي، بينما الأخرى المصابة بهذا الفطر كانت أطول بشكل ملحوظ وبشكل مبالغ فيه. العلماء قاموا باستخلاص هذا الفطر، وبدأوا ان هم يعاملوا به النباتات الاخرى السليمة، مش بغرض اصابتها ولكن بغرض مشاهدة ان هي هل هتستجيب وهتستطيل بنفس الشكل زي النباتات اللي هي كانت في الفيلد او في الحقل. وجدوا ان هذه المركبات او هذه المادة اللي هي المستخلصة من الفطر اللي رشوها على النباتات احدثت نفس الاستجابة، وحصل استطالة مفرطة في السقام بتاعة نبات الارز. بعد كده بدأوا ان هم يعزلوا المركبات النشطة اللي بيفرزها هذا النوع من الفطريات، والمركبات النشطة دي بدأوا يطلقوا عليها اسم الجبريلين، وكان لها طبيعة حمضية فكان سميت يعني بالجبريليك أسيد أو حمض الجبريلين. طبعا بعد كده اكتشفوا ان هذه الهرمونات من احد منظمات النمو الموجودة في النبات بشكل طبيعي. طيب، تواجد مركبات الجبريلين في النبات، بدأوا العلماء يعزلوا المركبات اللي هي مشابهة للجبريلين في النباتات، ووجدوا ان هي موجودة في حوالي 9 فصائل يعني تنتمي للمملكة النباتية، منها 7 فصائل من اللي هي الانجيوسبيرمز او مغطاة البذور. الجبريلينات تم إثباتها في معظم أنواع النباتات زي كاسيات البذور، عاريات البذور، السرخسيات، الحزازيات وغيرها. كذلك تم اكتشاف أكثر من 90 مركب بيتبع الجبريلينات، منها ما هو حر ومنها ما هو مرتبط أو مقيد. حر معناها المركب بذاته موجود زي مثلا الجبريليك أسيد، مرتبط قد يرتبط مثلا بمركبات معينة زي السكريات معينة، فيكون جلايكوسايدز أو مركبات معينة أو بروتينات معينة يرتبط، دي تديها نوع من الثبات. الفطرة دي وجد إن هي بتنتج أكثر من 25 نوع من الجبريلين، مش بس نوع واحد من الجبريلين، لا ده هي بتنتج كوكتيل جبريلينات من ضمنهم اللي هو الجبريليك أسيد، وهذا الكوكتيل هو اللي بيأثر في النبات ويسبب عملية الاستطالة المفرطة. أصبح دلوقتي المتعارف عليه حوالي 80 نوع من الجبريلينات. هذه الـ الأنواع 80 نوع بيضاف إليها يعني بصفة بشكل مضطرد ومتزايد أنواع عديدة من الجبريلينات. خصائص الجبريلينز أو الجبريلينات، زي ما أنت شايف هنا في موجود طبعا اللي هو الاي ان تي جبريلان سكيلتون، التركيب الكيميائي بتاعه يعني ان هو الشكل اللي هو اللي انت شايفه، شكل يبدو شويه معقد لكن هو عباره عن هيكل كربوني من 20 ذره كربون، ادي 1 2 3 وهكذا لحد ما توصل ل 20 ذره كربون. وقد يكون موجود في ذره الكربون رقم 20، فبنقول الهيكل الكربوني يعتبر تبع السي 20 جبريلينز او سي 20 جبريلين، او اللي هو الجبريلينات التي يحتوي الهيكل الكربوني بتاعها على 20 ذرة كربون، او ان هي تكون مش موجودة فبنقول ان هو بيحتوي على 19 ذرة كربون، وبالتالي بنقول عليه C19 جبريلين.
لكن كل الجبريلات ليها نفس الشكل ده مع بعض الاستبدالات. هنا مجموعة مثلا إيثايل، مجموعة ميثايل، ذرة هيدروجين، أكسجين، تغير من التركيب الكيميائي فيديك منتج مختلف. هذه القاعدة اسمها الـ ENT جبريلان سكيلتون، أو اللي هو الهيكل الكربوني المكون أو الأساسي للجبريلينات. بيرمز للجبريلينات بالرمز جي اي، كلها عباره عن جبريليك اسيد جي اي، المقاطع الاولى او الاحرف الاولى من كلمه جبريليك اسيد، ويديها رقم مختلف جي اي 1 جي اي 3 جي اي 20 جي اي 80 لحد يعني 80 نوع من الجبريلينات المتعارف عليها. طبعا لاحتوائها على مجموعه كربوكسيل فهي لها الخصائص الحمضيه، فبنقول ان هي دي كلها احماض الجبريلين، احماض الجبريلين. الجبريلين هنا اشهرهم على الاطلاق اللي هو جي اي 3، اول واحد اكتشف فيهم اللي هو جي اي 3، وده عباره عن ايه؟ مركب نشط فعال بيستعمل من زمان تجاريا، يعني حتى المزارعين بيجيب مثلا عبوه جبريلين ويبدا يضيفها للنبات في مرحله من مراحل النمو الخضري المعينه، علشان خاطر يساعد في ان النبات يعني ايه تستطيل، خصوصا في نباتات زي مثلا قصب السكر او كده، طول الساق بيفرق في المنتج الاقتصادي او العائد الاقتصادي من هذا المحصول، فبالتالي لما بيترش بالجبريلين بيزود اطوال السيقان بتاعته، وبالتالي يبقى الانتاجيه بتاعت هذا النبات كبيره اقتصاديا يعني. الجبريلينات الحرة والمرتبطة، كما ذكرنا سابقا ان هي ممكن يكون الجبريلينات دي موجودة بصورة حرة او مرتبطة مع مركبات اخرى زي الجلوكوز مثلا. حرة طبعا زي ما ذكرنا ان هي تتواجد المركب نفسه، يعني مركب الجبريلين، وده عادة بيبقى يعني اكثر فعالية في تنظيم النمو او اكثر افادة او يعني ايه قدرته على ان هو يحدث الاستجابة الفسيولوجية بيبقى أكبر شوية أو أعلى شوية، غير اللي هي الكونجوجيتد أو المقيدة، جبريلينز اللي هي المقيدة دي بتبقى موجودة في بذور النباتات عادة، لأن هو من أحد الفانكشنز بتاعته الوظائف بتاعته إن هو بيعمل عملية استحساس لنمو النبات، البذور بتاعت النبات، انبات البذور. جلايكوسيدات الجبريلين كذلك برضو ممكن ترتبط مع الجلايكوسايدز مع الجلوكوز وتكون جلايكوسيدات الجبريلين. طبعا دي اشكال للجبريلينز او انواع الجبريلينز المختلفه، السي 19 سي 20 جي اي 1 جي اي 3، دي كلها انواع من الجبريلينز المختلفه. طبعا هنا ده التركيب، ده يعني ايه جزء من هذا التركيب، يعني هو ده مكرر في كل، يمكن موجود نفس الشكل هنا وهنا، هتلاقي نفس الكلام برضو ايه اكمالا لهذا الشكل. بناء الجبريلينات، الجبريلينات تبنى من خلال وحدات الخلات اللي هي الاسيتيت، حيث يتكون مركب اسمه جبرانيل بايروفوسفيت اللي هو الهيكل الاساسي لبناء الجبريلينات. دائما يتم تخليق الجبريلينات في الشبكه الاندوبلازميه داخل الخليه، دائما بيبقى موجود في الشبكه الاندوبلازميه. عملية نقل الجبريلينات انتقالها تنتقل ازاي او تنتقل فين؟ دائما عبر نسيج اللحاء، ويمكن ايضا ان هي تنتقل عبر نسيج الخشب، لكن النقل القطبي للجبريلينات لا يحدث الا نادرا، زي ما ذكرنا قبل كده في محاضرة الاوكسينات ان هي تنتقل نقلا قطبيا من القمة الى القاعدة تتبع القطبية، لكن هنا طبعا لا يحدث هذا النقل القطبي في الجبريلينات الا نادرا، ممكنها ان هي تمر في نسيج اللحاء، يمكن ان هي تمر في نسيج الخشب. انتقالها يعني انتقال حر الى حد كبير جدا بخلاف الاوكسينات. استخلاص الجبريلينات، كيف بنستخلص الجبريلينات؟ نستخلصها باستخدام المذيبات العضويه لكن ليس بالماء. طبعا نفس المذيبات العضويه، الايثانول، الميثانول، الايثايل ايثر، البنزين، غيرها من المذيبات العضويه المختلفه ممكن ان هي تستخدم في استخلاص الاوكسينات. طرق قياس الجبريلينات، كيف نقيس كمية الجبريلينات في النسيج النباتي؟ طبعا تستخدم الاختبارات الحيوية البايو اسيز او البايو اسي تيست، بحيث ان احنا نقيس الاستجابة بتاعت النبات لو احنا ضفنا له الجبريلينز، عشان نشوف يعني كفاءة مركب من مركبات الجبريلينز. يبقى بنستخدم الاستجابة الفسيولوجية، لو احنا مثلا خدنا حبوب الشعير وبدأنا ان احنا نطبق عليها الجبريلين، طيب مدى تنشيطها لإنزيم الفا أميليز اللي موجود فيها، ده يعتبر كمقياس، يعني كل ما زاد تنشيطه يبقى معناها هذا الجبريلين فعال،
انواع الجبرين المختلفه بتختلف في تاثيرها. فاحد الطرق المشهوره اللي هي طريقه اندوسبيرن الشعير، ودي طبعا هذه الطريقه مبنيه على قابليه الجبرين بحيث ينشط ويزيد من تكوين الجزء البروتيني الانزيم الفا اميليز. طبعا بيتم القياس ده عن طريق تحضين البذور مع الجبرين لمده 24 ساعه، فبتزيد كمية السكريات، ويتم عمل منحنى قياسي لسكر الجلوكوز بحيث يدل على كمية الجبرلين المنتجة. في اختبارات حيوية كثيرة طبعا استخدمت بالنسبة للنباتات زي الذرة، البسلة اللي هي المتقزمة، الدوارف بيا، والسويقة الجنينية السفلى، البادرات، نبات الفص وغيرها.